السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في حلقة الليلة سنناقش فرص انعقاد جولة جديدة من مشاورات السلام ومستوى تعاطي الانقلابيين مع الجهود الرامية للحل السياسي. إذن مشاهدينا، التقى الرئيس هادي المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم في الرياض في إطار جولاته الهادفة لعقد جولة خامسة من مشاورات السلام. وأكد الرئيس هادي خلال اللقاء حرص الحكومة على التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المرتكزة على المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. لقاء المبعوث الأممي بالرئيس جاء عقب لقائه وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع في مسقط، وناقش معهم إمكانية العودة إلى المفاوضات، لكن نتائج اللقاء لم تتضح بعد. مراقبون قالوا إن وساطة عمانية حالت دون استمرار تصلب مواقف الميليشيا الرافضة للجلوس مع المبعوث الأممي. أوضح ذلك تصريح لرئيس وفد الميليشيا محمد عبد السلام من أن لقائهم بولد الشيخ كان استجابة لمطلب العمانيين. هذا التعاطي غير المسؤول من قبل الانقلابيين مع جهود الوسيط الدولي دفع مراقبين للتكهن بنتائج الجولة المرتقبة من المباحثات، وهو ما اعتبره البعض مؤشرا على عدم استقامة التحضيرات التي يجريها ولد الشيخ، الأمر الذي قد يفضي بالجولة المرتقبة إلى ما أفضت إليه الجولات الأربع السابقة. نتوقف عند هذه التحركات والمستجدات لنناقشها في محورين: فرص انعقاد جولة خامسة من مشاورات السلام، ومستوى تعاطي الميليشيا مع الجهود الهادفة للحل على أساس المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا، لكن مشاهدينا بعد الذهاب لمشاهدة هذا التقرير. أربع جولات خاضتها الأطراف اليمنية في جنيف والكويت لم تفلح في تسوية الأزمة أو إحداث خرق ولو بسيط في جدارها. يستعد المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإطلاق جولة خامسة من المشاورات، لم يحدد حتى الآن مكان وزمان انعقادها. وبالتزامن مع اشتداد المعارك على الأرض، يواصل ولد الشيخ رحلة البحث عن خطة لإخراج اليمن من أزمته، ولكن بأدواته وآلياته القديمة. لا يملك المبعوث الدولي إمكانية وضع ضوابط رادعة لمعرقلي التفاوض، وليس بوسعه الصراخ حتى في وجه من يطيحون بجهوده، وإن تمنع طرف عن مقابلته لا يجد في ذلك حرجا. هنا في مسقط ظل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ينتظر لقاء وفد الحوثيين والمخلوع ليومين متتاليين، ولم يتم اللقاء إلا عقب وساطة عمانية على ما يبدو. وعقب لقائهم بولد الشيخ اجتمع وفد الميليشيا بالسفير الألماني لدى اليمن، وهو لقاء لا يخلو من الرسائل ويثير كثيرا من التساؤلات، أبرزها ظهور برلين على هذا النحو وفي هذا التوقيت، بالتزامن مع حديث عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس هادي بمسؤولين أمريكيين وبريطانيين في الرياض. أما وقد ألقت الدبلوماسية الدولية ثقلها لتحريك السائل السياسي لحل الأزمة اليمنية، فإن زمن انعقاد الجولة القادمة لن يطول، وربما تحدده الساعات القادمة. لكن مصادر حكومية أشارت إلى أن فرص نجاح انعقاد الجولة القادمة يحتاج لشهر من الوقت للتحضير، وربما لن تعقد في حال ما طل وفد الحوثيين والمخلوع. في طريق الجولة الجديدة من المشاورات ألغام عدة لا يبدو من الممكن انعقادها دون تفكيكها. لأجل ذلك يسابق المبعوث الدولي الزمن في زيارات مكوكية بدأت بمسقط ومن ثم إلى الرياض، وفيها يلتقي ولد الشيخ الرئيس هادي ووفد الحكومة لطرح ما أسفر عنه لقاؤه بوفد الميليشيا. لعل الضغوط الأمريكية الداعمة لجهود المبعوث الدولي تؤتي أكلها هذه المرة، أو لعل مؤشرات التحرك الدولي ويأس اليمنيين من تحمل استمرار ما يجري على الأرض من اقتتال يفتح نافذة ولو ضيقة في جدار الأزمة. الأيام المقبلة هي من تملك الإجابة، وهي حبلى بالمفاجآت. إذن مشاهدينا، للبدء في النقاش سينضم إلينا السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية سيد مختار الرحبي. سيد مختار، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار. يعني بداية نبدأ معك من يعني أن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة لعقد جولة جديدة من المشاورات، ما جديد هذه التحركات وما الذي يمكن أن تحمله وتفضي إليه هذه المرة؟ نعم، هو في حقيقة الأمر أن هناك حراك دبلوماسي كبير خلال الفترة الماضية وخلال الأيام الماضية. تمخضت هذه اللقاءات وهذه التحركات الدبلوماسية في لقاء جمع المبعوث الدولي مع وفد الميليشيات الانقلابيه بعد وساطه عمانيه
بعد ان كانت بعد ان كان وفد الميليشيات يتعنت ويرفض ان يلتقي بولد الشيخ قبل ان يتم تحقيق بعض الشروط التي وضعها. نعم. وايضا الالتقاء اسماعيل الشيخ احمد رئيس الجمهوريه وطرح عليه ما جرى خلال لقائه مع وفد الميليشيات الانقلابيه. بالتالي انا اعتقد ان خلال الفتره القليله القادمه سيتم تحديد موعد جديد للمشاورات، والتي اعتقد انها ستكون بعد يعني بعد عيد الاضحى المبارك. نعم. وسيتم تحديد العاصمه التي ستحتضن هذه المشاورات الجديده. نعم. يعني سيد مختار في اطار هذا نعم في اطار هذه النقطه، يعني هل لديك معلومات حول ما نقله ولد الشيخ للرئيس عبد ربه منصور هادي بعد لقائه وفد الميليشيا؟ نعم، للاسف الشديد حتى هذه اللحظه لم يتم الاعلان عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريه وكذلك اسماعيل الشيخ احمد. حتى هذه اللحظه ما تزال المعلومات صحيحه، ولو ان بعض المصادر وبعض المعلومات تحدثت عن استمرار او العوده للمشاورات بعد ضمانات يتم تقديمها بان لا يتم العوده الى نقطه الصفر كما حصل في مؤتمر الكويت 2. بالتالي اعتقد ان اللقاء كان بشكل عام لتحديد الموعد النهائي للمشاورات وكذلك للقضايا التي لكن تحدث سيد مختار عن ان هناك شروط وضعها وفد ميليشيا الحوثي، يعني هل لديك معلومات حول طبيعة هذه الشروط؟ الشروط طبعا هي إعادة فتح مطار صنعاء الدولي ووقف الضربات الجوية وإعادة الوفد إلى صنعاء وغيرها من الشروط التي تم تقديمها. نعم. وطبعا هذا تم الإعلان عنها، فتم نقل هذه أو ما تنخب عنه لقاء الميليشيات الإنقلابية برئيس الجمهورية، وتم مناقشة أيضا العودة للمسار السياسي والعودة للمشاورات من جديد، والتي من المفترض أن تكون خلال نصف شهر من الآن في أقصى تقدير. نعم، يعني سيد مختار، يعني باعتبارك مقرب من دوائر القرار، يعني هل ما مدى الاستجابة لهذه الشروط التي وضعها وفد الميليشيا سواء من قبل الحكومة أو التحالف؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك استجابة لمطالب الميليشيا الانقلابية التي دائما ما تتحنث والتي دائما ما تقدم طلبات وتقدم شروط من أجل أرقلة أي مسار تسوية للسياسية. نحن نتذكر أنه في الكويت 2 تأخروا لمدة 4 أيام عن الموعد الرئيسي لعقد المشاورات، وتأخروا 4 أيام للدخول في المشاورات، وتأخروا بعد ذلك للموافقة على جدول الأعمال. بالتالي كل فترة يأتوا بشروط جديدة ويأتوا بعراقيل جديدة، هي ليست شروط إنما هي عراقيل جديدة بالنسبة لشروطهم بالعودة إلى صنعاء. طبعا هذا طبعا يتم مناقشته مع التحالف العربي، وكذلك موضوع فتح مطار صنعاء الدولي يتم مناقشته ايضا مع التحالف العربي والحكومه اليمنيه. يعني بشكل عام واجمالا، هل هذه الشروط يعني بنظرك هل تعتبرها قابله للتنفيذ من حيث ايقاف الضربات الجويه وايضا عوده مطار صنعاء؟ طالما ان الميليشيا الانقلابيه حتى هذه اللحظه لم تبدي اي مرونه ولم تبدي اي استجابه للعوده للمسار السياسي، وما تزال حتى هذه اللحظه تقوم ب التصعيد الميداني وكذلك التصعيد السياسي والتصعيد الاعلامي، لا اعتقد ان الحكومه ستقدم تنازلات جديده، الحكومه قدمت تنازلات كبيره خلال الفتره الماضيه، بالتالي الان يفترض على المجتمع الدولي وعلى الامم المتحده ان تضغط على الطرف الاخر ليقدم تنازلات حقيقيه من اجل انهاء الازمه اليمنيه، ومنها ما تم الاتفاق عليه، اطلاق سراح المعتقلين، اطلاق سراح المختطفين وعلى راسهم وزير الدفاع وكذلك اللواء فيصل رجب وكذلك شقيق رئيس الجمهوريه والقيادي في التجمع اليمني اسلام محمد قحطان وكافه المختطفين السياسيين كحسن نيه وكمبادره من الطرف الاخر. اما دون ذلك اعتقد ان حتى ولو ذهبنا للمشاورات فانها ستكون مشاورات عبثيه لن يتمخض عنها شيء كما حصل خلال 3 أشهر ونصف في الكويت. نعم سيد مختار، نتوقف عند هذه النقطة ونرحب بضيفنا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي. دكتور مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني هناك تحركات دبلوماسية مكثفة يجريها ولد الشيخ أحمد لعقد جولة مباحثات جديدة، ما الذي يمكن أن يحققه ولد الشيخ أكثر مما حققته جولات جنيف والكويت السابقة برأيك؟ لا أعتقد كثيرا، أنا أوافق الزميل الذي تحدث منذ قليل بأن أي مشاورات هي مشاورات عبثية. نعم. لسبب بسيط، وهو أن القيادة في طهران حتى الآن غير مقتنعة بأن يعيش الشعب اليمني مع نفسه بسلام.
القضية كما ترى هناك صراع في المنطقة كبير، وتعتقد إيران أنها تخفف من هذا الصراع سواء في سوريا أو في العراق من خلال فتح جبهة في اليمن. وقلت أنا أكثر من مرة في لقاءات متعددة أن هذا الأمر يجب أن يحسمه اليمنيون، وأن يتحدث مع كل الشعب اليمني بأن الإخوة في إيران يريدوا أن يساندوا الثورة المضادة. أنت تعرف بأن السيد علي صالح قامت مظاهرات واسعة وكبيرة في كل مدن اليمن من أجل الإطاحة به. الآن الحوثيون وعلي صالح يريدوا أن يعيدوا الساعة من جديد، يريد علي صالح أن يعود إلى الحكم، هو أو من ينتدبه إلى الحكم، ويريد الحوثيون أن يعيدوا حكم الإمامة. هذه يعني عمليات تاريخية انتهت وغير موجودة. تقديري بأن الحديث مع كل الشعب اليمني وخاصة النخبة اليمنية الذي يجب أن يقال لها أن هذه بلادكم، وهناك بعض القوى لا تريد أن ترى اليمن محررة وأن تعيش بسلام أيضا أن تدخل في التنمية. لذلك أي حوار مهما كان يعني واضح بأن المنطقة سوف توضع في مكان تجميدي سياسي حتى تنتهي الانتخابات الأمريكية، وربما نتحدث في هذا الموضوع في يناير القادم عندما نجد إدارة أمريكية قادرة على أن تحسم هذه الملفات الساخنة بدل هذه الإدارة الحالية التي أصبحت كما ترى كبطة عرجاء. الذي يقوم الآن بالفعل السياسي في منطقتنا هو الاتحاد الروسي والسيد بوتين. نعم، ولكن يعني دكتور يعني هذه الجولة التي تمت الدعوة لها هي بضغوط أمريكية، يعني ما مدى قابلية واستجابة الميليشيا لهذه الضغوط هذه المرة؟ لم تعد يعني الإدارة الأمريكية يعني واحد من الاثنين، يا أما هي غبية أو تريد أن تتغابى، لأن الضغوط يجب أن تبدأ من طهران. واضح أن الإيرانيين أيضا لديهم حسابات أخرى، يعني اعتقدوا بأنهم أخذوا ما يستطيعون يأخذوه من هذه الإدارة، وأن الإدارة القادمة سوف تقوم بمواجهة. لذلك كما ترى في الأسابيع القليلة الأخيرة قامت القوات البحرية الإيرانية بالتحرش بالسفن الأمريكية. معنى ذلك بأن يعني شهر العسل الأمريكي الإيراني قرب على الانتهاء. فلذلك لا أعتقد بأن الإدارة الحالية وسيد كيري لديه من الأدوات للضغط بأي اتجاه. الإدارة تودع، الأمور في الولايات المتحدة منقسمة الآن. الشعب الأمريكي منقسم على نفسه، الانتخابات ساخنة جدا، لأول مرة نرى هذا النوع من التلاسن الكبير بين القوى المتنافسة في الولايات المتحدة، وأيضا لأول مرة تطرح قضايا الخارجية وكأنها قضايا داخلية. كما تعرف بأن السيدة كلينتون لها وجهة نظر في الموضوع الإيراني، وكذلك السيد ترامب له وجهة نظر في الموضوع الإيراني. لهذا والإيرانيون يعرفون ذلك، يعني ليس جديدا عليهم. الأمور تتغير كمان في المنطقة، كما ترى أن الأتراك أيضا لهم وجهة نظر مختلفة. الروس يريدوا أن يستخدموا في الساعة الأخيرة على الأقل كل الفرص المتاحة لهم، لذلك دعوا إلى لقاء بين الرئيس عباس والسيد نتنياهو. طبعا أجل هذا اللقاء اليوم، ولكن كما ترى بأن نفس التدخل هذا هو دليل على أن الاتحاد الروسي هو اللاعب الآن حتى بداية حتى نهاية الانتخابات الأمريكية القادمة. نعم دكتور، يعني سنعود الحديث حول يعني هذا التوجه الأمريكي، وأيضا يعني مدى دعم هذا التوجه للإنقلابيين، ويعني إلى أي مدى يصب في خدمة الإنقلابيين. لكن بعد أن نعود بسؤال للسيد مختار الرحبي، يعني سيد مختار، هل يمكن أن تحمل هذه الضغوط الأمريكية الداعمة لجهود الحل السياسي هذه المرة تسوية عادلة؟ أخي العزيز، بالنسبة للضغوط الأمريكية والجهود الأمريكية التي يقوم بها جون كيري والإدارة الأمريكية، نعرف جميعا أن نهاية فترة جون كيري وكذلك الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما
يريدون أن ينهوا فترتهم على نجاح في أي ملف من الملفات، لأنه طوال الفترة الماضية والسنوات الماضية لن ينجحوا بأي ملف من الملفات، لا بالملف العراقي ولا بالملف أيضا الملف اللبناني ما يزال شائك، أيضا لدينا الملف السوري أيضا شائك، والملف اليمني أيضا ما يزال مجمد ولا يوجد هناك أي جديد في الملف اليمني طوال أكثر من سنة ونصف. بالتالي يريدون أن يخرجوا بانتصار جديد لهم، بعد ذلك يستطيعوا أن يدونوا مذكراتهم بنجاح سياسي قادوا خلال الفترة الماضية. أما بالنسبة للجهود لن تثمر شيء طالما لا يوجد هناك أدوات ضغط على الميليشيات الإنقلابية ومن ورائهم طهران وإيران، لن يكون هناك أي نجاح أو أي تقدم في الملف. الجميع يعرف أن القضية اليمنية قضية واضحة ولدينا قرار دولي بإجماع دولي من جميع الدول باستثناء روسيا التي لم تقف حتى ضد القرار ولم تستخدم حق النقد الفيتو. بالتالي القضية اليمنية واضحة تحتاج فقط استخدام وتفعيل أدوات الضغط على الطرف الإنقلابي، وبعد ذلك يمكن الحديث عن أي حلول في إطار القرار الدولي 2216 وفي إطار ما تخفض عنه أيضا مؤتمر الكويت واحد وكذلك اثنين. نعم، إذن أشكرك السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحابي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. نعود إلى ضيفنا أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي. يعني دكتور، كيف تقيم أداء وتعاطي التحالف العربي مع الجهود الدولية الهادفة للحل السياسي في اليمن؟ يعني التحالف العربي كما ترى من خلال تصريحات المتحدث العسكري خلال 24 ساعة الماضية تحدث بأن بانتهاء يعني عاصفة إعادة الأمل والبدء بتطورات جديدة، وأنا أعتقد هذا الذي يجب أن يتم. يعني علينا أن نوطد أنفسنا إلى تصعيد في الحرب، سواء الحرب العسكرية أو الحرب السياسية والإعلامية. العودة إلى مفاوضات من جديد سوف يكسب بالطرف الآخر فرصة للتنفس، وربما أيضا يكسبه كما ترى وصول بعض التعزيزات العسكرية والمالية والسياسية له. في لقاءات الكويت يعني حصل تجربة، ومن يجرب من جديد المجرب فيجب علينا أن نفحص عقله، لأن لو أعطيتهم هذه الفرصة وقللت على الأقل الرقابة على دخول السلاح سوف يعودوا من جديد. هذه مجموعة أيديولوجية وذاك رجل مصلحي. نعم. وبين المصلحة وبين الأيديولوجيا الآن في تزاوج نسبي. نعم. لهذا السبب يعني ما في أمامنا إلا أن نقول لإخواننا اليمنيين ليس أمامكم إلا النضال الحقيقي من أجل إيجاد يمن حر مستقل متساوي وديمقراطي. نعم. الخيار يعني الآخر هو نعم. هو دكتاتورية، يا اما دكتاتورية ثيولوجية يعني تتستر تحت الدين، او عسكرية قبلية كما تم في 30 سنة الماضية. لهذا نعم. السبب انا اعتقد يجب يعني ان نحزم امرنا بهذا التوجه، واعتقد ان المجموعة العربية او التحالف العربي قد حزم امره بهذا التوجه. نعم، لكن هو أنت تحدثت دكتور أنه يعني التجارب الفاشلة والتي باتت واضحة جدا، يعني لازال مواقف قيادة التحالف العربي حتى اليوم تدفع في اتجاه الحل السياسي، لكن أي حل وكل تجارب فاشلة هو تدفع. يعني أنا لست مطمئنا إلى حكاية أنها تدفع باتجاه الحل السياسي، إنما هناك عروض يقال بأنها ممكنة. فالتحالف العربي لا يريد أن يقفل الباب على هذه العروض، تفضلوا وأعطونا يعني أفكاركم النهائية في هذا الموضوع. إذا لم تستطيعوا أن تضغطوا على الطرف الآخر أن يأتي إلى المفاوضات في سبيل إنجاحها وفي سبيل الوصول إلى تفاهم حقيقي، فإذا نحن قدمنا كل ما يمكن تقديمه على النطاق السياسي. ولكن لو لاحظت أيضا أن التحالف العربي كما قلت منذ قليل من خلال المتحدث الرسمي العسكري قال بأن عاصفة الأمل انتهت ولدينا أفكار جديدة مختلفة تماما عما قمنا به في السابق. هذا دليل على أن موضوع يعني الدفع بمصالح الشعب اليمني إلى الأمام قضية يجب أن نخوضها جميعا. نعم دكتور، البعض يتحدث أن المواقف الدولية تحركها المخاوف من تنامي قوة التنظيم الإرهابي في اليمن، لماذا لا يطمئن التحالف العربي دوائر القرار الدولي بالقدرة على ضبط هذا الملف؟
يعني احنا عندنا التجارب التي يعني نراها في منطقتنا كلها، هو متى تنمو القوى ما دون الدولة، خلينا نسميها القوى ما دون الدولة التي تتحكم بشكل أو بآخر في الدولة. تنمو هذه القوى ما دون الدولة في حالة الفراغ. يعني هناك فراغ في لبنان، نما حزب الله، وهذا أيضا يعني كما تعلم ليس بعيدا عن أفكار داعش. بمعنى آخر، داعش نمت لأن في سوريا أيضا ترك الفراغ يستمر، وكذلك في العراق. فأنت أمام في اليمن يعني اجتثاث هذه البذور من الإرهاب. يجب تقوية الدولة اليمنية، بدون تقوية الدولة اليمنية فأنت أمام هذه المخاوف الأكثر، بأن الحوثيين أيضا يكونوا سلطة على الأقل إما حاكمة أو على الأقل معطلة كما يحدث في حزب الله في لبنان. وبالتالي أنت عندك أيضا هنا مشكلة في مجموعات ما دون الدولة. لهذا السبب فالحزم هو الواضح في تقديري. نحتاج إلى قرار بهذا المعنى، ونحتاج إلى توجه دون تردد إلى حسم هذه العملية عسكريا وسياسيا وإعلاميا. وتحدثت أنا كثيرا في هذا الموضوع مع الإخوة اليمنيين أنكم محتاجون إلى خطة واضحة المعالم لليمن الجديد، وهو اليمن الوطني الديمقراطي المستقل. نعم، أشكرك أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ينضم لنا الآن المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني إلى أي مدى يمكن أن تحقق الجهود الرامية لعقد جولة مباحثات جديدة اختراقا في جدار الأزمة المحتدمة منذ نحو عامين؟ في البداية لا يوجد هناك ما يشير إلى أن ستكون هناك مفاوضات تختلف عن المفاوضات السابقة. بل على العكس من ذلك، بعد تجربة 3 أشهر من المفاوضات العقيمة في الكويت، يبدو أننا لو عقدت المفاوضات وفق نفس الشروط ونفس الآليات سنعود إلى نفس الدائرة المفرغة. والتي تتمثل في حالة الفجوة الشديدة بين المتفاوضين، الذي تشير إلى أنه ليس هناك من أرضية حقيقية لعقد سلام أو لعقد اتفاقية سياسية أولا قبل أن نتحدث عن السلام، لأن السلام شروطه وتحقيقه أمر مختلف. نعم، يعني سيد عبد الناصر أيضا هو تختلف هذه الجولة من حيث أن هناك ضغط أمريكي في سبيل تحقيق هذه الجولة. يعني هل سيرضخ الميليشيا لهذه الضغوط هذه المرة والاستجابة لعقد هذه الجولة، ويعني وفق المرجعيات والقرارات الدولية؟ حتى الآن لا نعرف بالضبط ما هي أولا المبادرة، ما هو نص المبادرة. ما رشح حتى الآن أفكار متناقضة عن هذه المبادرة. هناك أفكار نشرت في بعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن المبادرة ستتضمن تغييرات سياسية من هرم السلطة وتشكيل حكومة وغيرها من الأمور التي الحكومة في الرياض رفضتها، وهناك تسريبات أخرى مناقضة تتحدث عن خطة قريبة لما تطالب به الحكومة، وهو تسلسل زمني يبدأ بالانسحابات وينتهي بتشكيل حكومة. ولد الشيخ أيضا في تصريحاته في مجلس الأمن وغيرها يتحدث عن تسلسل زمني، وبالتالي لا نعرف بالضبط أولا طبيعة هذه المبادرة. الشيء الثاني أن ما هي الوسائل الضغط. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة ستمارس وسائل الضغط، ما هي وسائل الضغط هذه؟ هل هو عمل عسكري؟ لا أعتقد أن هناك نية للولايات المتحدة بالتورط في أي عمل عسكري داخل اليمن. ليست اليمن ضمن أولويتها، ولا تريد أن تتدخل، وأي تدخل أيضا سيتطلب شكل من الأشكال الغطاء الشرعي وقرار أممي جديد.
لأن القرار السابق لا يتضمن أي تدخل عسكري. نعم دكتور، يعني أو سيد عبد الناصر، قبل أن نختم الحلقة يعني سؤال أخير، يعني ما مدى نجاح هذه المشاورات إذا ما تمت؟ ليس هناك من أي أفق لهذه المشاورات، لأننا سنعود إلى نفس الحديث السابق وهو من أين نبدأ وأين ننتهي. والحقيقة أنه أي تسوية سياسية ما لم تكن أولا تمتلك أرضية حقيقية لانطلاقتها من البداية، فليس هناك من توقع لأن تنجح. نعم. والانطلاقة الحقيقية تعني بأن أطراف الصراع لديها مصلحة في عملية سياسية. حاليا لا نجد جزء من أطراف الصراع لديهم مصلحة حقيقية بأن يكونوا جزء من عملية سياسية. هناك رغبة بإلغاء الآخر لدى أكثر من طرف، وبأن يتم إزاحته ويتم العمل بعد إزاحة هذا الطرف أو ذاك. ومن ثم هذه ليست الأرضية الواقعية لبدء عملية سلام. نعم. سيد عبد الناصر، وإذا ما كان الحديث عن فرص الانعقاد، ما مداها؟ حتى فرص الانعقاد ليس هناك من فرص على الأقل وفق المعطيات الحالية. ربما لو كان هناك أفكار جديدة تجعل من بعض الأطراف من أطراف الصراع ترى بأن هذه الأفكار يمكن البناء عليها، يمكن أن تعقد المفاوضات. هناك حديث الآن على أن من الممكن أن تعقد مفاوضات لمدة أسبوع بعدين أن يكون الطرفان قد قبلا مبدئيا بتنفيذ هذه المبادرة وهذه الخطة المقترحة، ولكن هذا يظل أيضا كلام وأقرب إلى الأحلام لأنه ليس من الواقع. حتى لو تم الاتفاق على خطوط عريضة لأي اتفاقية، ليس من الواقع بأن يتفق الطرفان في صراع وجودي كما هو حاصل الآن على التفاصيل، لأنها ستكون المشكلة هي مشكلة التفاصيل وليس فقط الخطوط العريضة. نعم، إذا أشكرك المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وفي ختام الحلقة مشاهدينا أيضا أشكر ضيوفي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، كما أشكر السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد الحلقة الزميل محمد القاسم، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله ورعايته.